تحياتي ليكم جميعا، اهلا وسهلا بكم في الحقيقه مع سيف. تحياتي ليكم جميعا، اهلا وسهلا بكم. طبعا كلنا شفنا الفيديو الخاص بتصريحات المحامي الخاص بالمتهم او المحرض على قتل طفل شبرا احمد الله يرحمه، وشفنا تصريحاته وتصريحات عجيبه جدا. يمكن التصريح اللي هو يعني استفز الناس كلها ان هو عايز تقرير او عايز ان هو تقرير طبي من الطب الشرعي، وان هو ياخده ويحطه في المستشفى تحت الملاحظة لمدة شهر. ليه؟ لانه مريض نفسي. طيب لو احنا اتفقنا على هذا المبدأ ان هو مريض نفسي، احنا كده خلينا متفقين معاك ان هو مريض نفسي، ترجع تقول بقى في نفس الفيديو اللي انت بتتكلم فيه ان هو متفوق في الدراسة، ان هو حاصل على اعلى الدرجات العلمية، ان هو بيطلع الاول على المدرسة. طب هو ازاي نجمع او نقدر ان احنا نوفق ما بين الاتنين دول؟ طبعا يعني كلام غريب جدا وتصريح غريب جدا، لان الواد سليم عقليا 100% ولا تشوب اي شائبة من اي مرض نفسي. دي الجزئية الاولى او الحاجة الاولى اللي هو ابتدى يتطرق او يتكلم فيها. بعد كده اتكلم في حتة تانية خالص لما قال ان القضايا السبعة الاخرى ابتدت ان النيابة العامة ضمتها على القضية بتاعة طفل شبرا، وقال ده طبعا الكلام ده يعني غير سليم، لان طبعا الناس دول او السبعة الاخرين قال لك كده بالنص ان مش معقول ان السبعة دول او التمانية ان هم يجتمعوا على طفل صغير، وان هناك ليس هناك اي مبالغ مالية الناس دي خدتها عشان يثبتوا الجريمة عليه. طيب احنا عايزين نقول له حاجة، هو كان في ما بينهم اتفاق وكان في ما بينهم فيديوهات مسجلة او مكالمات مسجلة، فبالتالي انت ادعائك هنا اصبح ملوش ايه، ملوش اساس من الصحة. ليه؟ لان في بيانات او في معلومات مسجلة ما بين الاتنين، يعني في بيانات مسجلة وفي اعترافات، من ضمنهم اعترافات السيدة بتاعت بورسعيد، اعترافات سيدة بورسعيد اللي هي ابتدت ان هي تتكلم على الطفل المحرض، وقالت طبعا وابتدت ان هي تتهمه ان هو شريك معاها في الجريمة اللي كانت ترتكبها. دي الجزئية التانية. برضو قال حاجة برضو مهمة جدا، يمكن دي اللي يمكن عليها شك شوية، قال ان الطفل المحرض ما عندهوش اي حسابات بنكية عشان يبدأ ان هو يبعت الفلوس دي للناس، فكان هيبعتها لها ازاي؟ ودي نقطة في منتهى الخطورة وفي صالح المتهم. النقطة دي يعني انا شايفها ان هي نقطة حساسة جدا ونقطة في قلب صلب الموضوع بتاع القضية. ليه بقى؟ قال ان المتهم عليه الدين اللي هو الطفل المحرض ما عندهوش اي حسابات بنكية، فازاي بعد ما الناس دي كانت تخلص المهمة بتاعتها، لو كان هناك في اتفاق ما بين الطفل المحرض وبين الناس دي، ازاي ان الطفل ده كان هيبعت لها فلوس وهو ما عندهوش اي حسابات بنكية؟ وان مش معقول ان هم هيفضلوا 6 سنين يستنوا 6 سنين لغاية لما يعمل الحسابات البنكية عشان يبدأ يبعت لهم الفلوس. ده كلام اعتقد ان هو شبه صحيح، ولكن ان المتهم علي الدين او الطفل المحرض كان بيوهم الناس دي ان هم يعملوا الجريمة دي عشان ياخد الفيديوهات ويبدأ ان هو يرفعها على الدارك ويب. بعد كده ابتدى يتطرق لحديث عن ان المتهم علي الدين ملوش اي علاقة بالقضية، وان هو هيقدر ان هو بش اي شكل من اشكال ان هو يقدر يجيب له براءة. يا سيدي الفاضل، علي الدين او الطفل المحرض هو شريك في هذه الجرائم، وبالتحديد كده شريك اساسي في جريمة طفل شبرا. علي الدين او الطفل المحرض او الشيطان المحرض هو عنصر اساسي في عمل في هذه الجرائم، وباعترافات طارق في تحقيقات النيابه ان هو ارشده على طريقه التشريح وعلى طريقه التمثيل بالجثه من الالف الى الياء. كان الحوار الاساسي للمحامي الخاص بطفل شبرا، وقال احنا في الجلسه الجايه
طبعا هنستمر في ان احنا نطالب ببعض المطالب اللي احنا هنبدأ نفاجئ بيها الناس. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان هيئة الدفاع عن الطفل احمد طلبت بالحق المدني بتعويض قدره 5 مليون جنيه على المتهم، والزمت والده ان هو يدفع ايه المبلغ دوت. طبعا دي من ضمن الاحداث اللي موجودة في القضية. القضية فيها مفاجآت، فيها 300 ورقة مليانة مفاجآت هتشوفوهم في الجلسة التانية بإذن الله في مرافعة النيابة. شكرا لكم وتحياتي للجميع.